هو ده؟ أيوة أخيراً وصلنا. إيه ياسمين الشحطاتة دي؟ بص هو بعيد أنا معاك، بس بجد أحسن أوض نوم في مصر. إيه يعني هو بيعمل إيه؟ مش سرير ومرتبة ودلاب؟ لأ بس التصميمات والأفكار مختلفة. ياسمين أنت شغالة سيلز هنا معاهم ولا إيه؟ هتشوف بنفسك وتحكم. يلا لو سمحت لو سمحت وحضرتك هنا؟ اتفضل تحت أمرك يا فندم. هو فين أوض النوم؟ عايزين نتفرج. لا إحنا ما عندناش أوض نوم هنا. أمال أنتوا بتبيعوا إيه؟ أوض نوم؟ فاهمين هي فين بقى أوض النوم دي؟ لا لا احنا الوضع عندنا مختلف. حضرتك بتقعد مع مصمم بيشوف يناسبك ايه. هو اللي هيشوف؟ طبعا ده شغله وهو اللي فاهمه. طب ممكن نقعد مع المصمم؟ طيب هندفع كاش ولا فيزا؟ وانت هتدفع ليه؟ احنا اللي هنشتري. لا انا قصدي حضرتك هتدفع كاش ولا فيزا؟ لازم بنسيب مبلغ تحت الحساب عشان جدية الاتفاق. وانتوا ليه مصعبين الموضوع؟ احنا عايزين سرير خشب بست ملل. خلاص خلصنا. 8 يبقى 10 يا سيدي. يا فندم احنا بنبيع كونسبت مش بنبيع خشب. طب ممكن تفرجنا على الكونسبت؟ لا 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 لازم مقدم جدية تعاقد. يا فندم يا فندم والله احنا جديين وعايزين سرير. احنا بنتجوز وبنجهز، اكيد مش هننفي الميكروويف. للاسف يا فندم والله احنا عاملين ده عشان في ناس بتيجي تتكلم وتضيع وقت المصمم وتاخد الافكار وتمشي. طب معلش سؤال بره الموضوع يعني بره الكونسبت كده، هو ايه المختلف في اوضه النوم يعني؟ يعني بيعمل ايه السرير بتاعكم؟ هل بحلم وانا نايم عليه احلام وبتتحقق بعد كده؟ قلت لحضرتك مش بنبيع اوض نوم، احنا بنبيع كونسبت. طب ما ندفع يا ياسين وان شاء الله اوض النوم هتبقى حلوه. يا بنتي بيقول لك مش بيبيعوا اوض نوم، دول بيبيعوا كونسبت. هتنامي على الكونسبت؟ لا انا عروسه برضو ما يصحش. طيب انا ماشي. وانا كمان. ايه ده اول مره في حياتنا ما بمشيش بخناقه وعكننه. صدقني مش بتبقى عكننه، بتبقى كونسبت برضو.